انت قاعده تلعبي ولسه ما عملتيش غدا؟ اعمل ازاي وما فيش في البيت خزين؟ على راي المثل اطبخ يا جاري كلف يا سيدي. ما هو الخزين بيخلص من ايدك السايبه. ما هو اخر المعروف نتضرب بالكفوف. لا بس يا بسنت الميه في البير تحب التدبير. على راي المثل ايش ياخد الريح من البلاط. ايوه ما اللي ما تعرفش ترقص تقول الأرض عوجة، واللي ما يروح الأرض ويتعفر لما يروح للحلة يتحصر، وانت ماشي في شغلك بطريقة مطرح ما ترسي دجلها. انت هتعلميني شغلي كمان؟ والله عال الانصاص قامت والقوالب نامت والبيت بتابونا والغربة هيحاسبونا. مفروض والغرب يطردونه. اهدي انت هتعلمين الامثال يا بسن؟ الامثال بالذات تتعلمها مني انا. يا بنتي انا فزت في مسابقة الامثال الدولية ياجي 20 مرة، وانا موسوعة امثال مفيش ولا حد في الكفر يقدر علي. طب اسمع، زي الجمل يمشي ويحدف لوار يبين عيوب الناس وعيوبه ما يرى. ده مش مثل اساسا، ده تأليف. ده مثل اصلا عشان تشوف انك ما بتعرفش كل الامثال. زي ايه اللي يثبت انه اصلي؟ عليه تكت اياك. اسال اي حد. ولا اقول لك، مش انت كسبت في مسابقات الامثال؟ تعالى بقى نعمل مسابقه. ايوه نعمل مسابقه وستين مسابقه كمان، وكل برغوت على كد دمه. شروط المسابقه ممنوع الضرب وشد الشعر وقله الجيم. نظام المسابقه تختار اللجنه موضوع للامثال، وكل واحد من المتسابقين يقول مثل في دوره عن نفس الموضوع، واللي يعطل وما يلاقيش مثل يبقى خسران. واضح ولا ما واضح شيء؟ كل واحد يلزم الدكه بتاعته. السؤال الاول. ايوه. المطلوب امثال عن الصبر. اصبري يا ستيت لما يخلى البيت. الصبر طيب بس اللي يرضى بيه. الصبر مفتاح الفرج. اللي يعمل ايده مغرفه يصبر على ضرب الحلل. اللي ينزل البحر يستحمل الموج. ان صبرتم نلتم وامر الله نافذ. طولت البال تبلغ الامل. دورك هذا يا اسطي. يا مسهل يا رب. يلا يا بسنت. 4 3 2. كل شيء دواه الصبر، لكن قلة الصبر ملهاش دواء. الله أكبر. حلو يا عم دياستي. النتيجة لسه تعادل، يبقى لازما سؤال جديد. استسلم يا بسن، خد ندك على جدك. ليه؟ ده 7-7 ولو في قفص. ممنوع ذكر الأمثال خارج المسابقة. الأمثال اللي فاتت دي ما تتحسبش. لا ده احنا كنا بنتكلم عادي. السؤال التاني. اذكر الأمثال التي تعرفها عن الجواز. الجواز جسم ونصيب، جوز الاثنين عريس كل يوم. يا سلام. طب اندري جوزك بغيبتك كملي يومك وليلتك. طب اسأل قبل ما تناسب يبلك الردم المناسب. ضل راجل ولا ضل حيطة. بفلوسك بنت السلطان عروسك. جوازه مش كحل ريمي والاثنين ما عليهم القيمة. أبا انت ملك انت. قصدك ايه بالمثل ده يا نحمده؟ انا كنت عايزة ساعد. المثل ده محذوف وممنوع استخدامه، ولا هو ولا يا واخد القرد على ماله يفنى المال ويبقى القرد على حاله. ما تلم لسانك ارفعي. اباي هو اللي على راسه بط هيحسس عليه ولا ايه؟ وانت مالك يا عم تسوقي؟ الشهر اللي مالكش فيه ما تعدش ايامه. انت مالك زعلان كده ليه؟ حاسس انك كنت هتتغلب. مين اللي يتغلب؟ ده انت اللي هتقولي حق برقبتي. طب نرجع للمسابقة تاني يا جماعة عشان نختم. يا اخوانا الدور كان على بسان والسؤال كان عن الجواز. طب خد المثل ده، البس تعجب مراتك ولبس مراتك تعجب الناس. طب لبس البوصة تبقى عروسة. على رأي المثل، اخد ابن عمي واتغطى بكمي. استسلم بقى يا ضياستي. لا بوس ايد حماتك ولا تبوس ايد مراتك. جوزتها عشان تتاخر راحت وجابته راخر. اللي يقول لمراته عارة الناس تلعب بيها الكورة. صحيح يا دياستي، جدك ده بتحبني؟ لا ده مثل بس. بس طلع من قلب. هو أنا ليا غيرك برضه يا بسنت. طب وكان إيه لزوم ده كله؟ معلش مصارين البطن بتتعارك. ايوه والضفر ما يطلعش من الله. طب مش يلا على بيتنا بقى؟ ايوه أنا تعبانة جوي. يلا. طب ودول هنسيبهم كده؟ احنا مالنا بقى؟
وعلى رأي المثل العروسة للعريس والجري للمتاعيس. طب والمثل ده ماله ومال اللي احنا بنقوله؟ فوتيها بقى يا بسان. عايز